بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا على قناتنا، قناة الأستاذ محمد حمدود، لتدريس مادة الفلسفة. وضوعنا في هذا الفيديو بإذن الله تعالى يخص جميع الشعب، يعني شعبة السنة الثانية أدب وفلسفة، السنة الثالثة أدب وفلسفة، بالإضافة إلى الشعب العلمية والتقنية، شعبة العلوم التجريبية، الرياضيات، التقني الرياضي، تفسير الاقتصاد، بالإضافة إلى أبنائنا طلبة شعبة اللغات الأجنبية. هذا الموضوع اليوم نحاول نعالج فيه كيفية تحليل نص فلسفي، يعني كيف نضع أو ننجز مقالة حول تحليل النص الفلسفي. إحنا سبق وتكلمنا للتذكير أنه في موضوع البكالوريا ولا في السجي تاع الفلسفة عندنا ثلاث مواضيع. عندنا الموضوع الأول اللي قلنا يكون جدل أو مقارنة، ورانا سبق وتكلمنا حطينا فيديو خاص بالطريقة الجدلية وفيديو خاص بطريقة المقارنة. عندنا الموضوع الثاني اللي هو يكون استقصاء بالوضع، وأيضا ما تكلمنا فيديو خاص بطريقة استقصاء بالوضع. ولدينا الموضوع الثالث وهو تحليل نص فلسفي. تحليل نص، يعني جميع المواضيع في البكالوريا راه فيها موضوع ثالث، تحليل نص. الان نحاولوا نشوفوا كيفاش نحلوا تحليل النص هذا، وكيفاش نعالجوا المقاله تحليل النص. اذا النص اول شيء نلقاوه موجود كما هو مثلا هنا، لاحظوا هاهو موضوع الثالث. كيف راح يكون هذا الموضوع؟ يكون عندنا يكتبون طبيعة الحال الموضوع الثالث، وهنا بين قوسين يكتبون النص. بعدها نلقاو فقرة هكذا، بوحنا ما نقدرش نكتبو نص، يعني نبدو مثال فقط. فقرة موجودة، فقرة لفيلسوف محدد. في نهاية النص نلقاو اسم الفيلسوف، يعني صاحب النص أو الذي كتب النص. وبعدها نجد ماذا؟ نجد المطلوب، يعني ما سؤال ما يطلب منا، يقول لك اكتب مقالا فلسفيا، اكتب مقالا فلسفيا مبرزا من خلاله ما يلي. يعني هنا يعطونا الامور التي لابد ان نتبعها. اول حاجه يقول لك المشكله التي يعالجها النص، هنا نقصد بها المقدمة. بعدها يقول لك أطروحة صاحب النص، أطروحة صاحب النص، ويدير لك بين قوسين موقفه. والأمر الثالث هو الحجج المعتمدة، الحجج المعتمدة. والخطوة الثالثة هي مناقشة النص، ناقشت النص مع إبراز الرأي الشخصي. وفي الأخير لدينا حل المشكلة اللي هي الخاتمة بطبيعة الحال. هذه الخطوات التي لابد من اتباعها، هذه المقدمة، هذا هنا العرض، إذا هنا المقدمة، هنا العرض، وفي الأخير الخاتمة. الآن قبل أن نشرع في شرح كيفية التحليل، لابد أن نوضح مسألة مهمة جدا. يا أبنائي، أحيانا ولا كثيرا نسمع يقول لك تحليل نص ما يمدوش فيه النقاط، تحليل نص يكون نقاط ضعيفة، نقاط عفوا كارثية، نقاط ضعيفة جدا. لماذا؟ بالفعل العديد من الطلبة الذين يعالجون النص في البكالوريا ولا حتى في الاختبار يتحصل على نقطة ضعيفة، لكن لماذا؟ نسأل لماذا؟ المشكل ليس في تحليل النص، وإنما المشكل في الطالب الذي عالج النص. إحنا المطلوب منا يا جماعة تحليل النص، يعني هناك خطوات لابد من اتباعها، كاين منهجية نتبعوها. وتلقى إحنا التلاميذ في البكالوريا موش فاهم طريقة، ما يعرفش المنهجية، ماذا يفعل؟ إما يعيد كتابة النص، وإما يبدأ في شرح النص. يعني الأستاذ لما يجي صحح ما يلقاش مقدمة، ما يلقاش موقف صاحب النص، ما يلقاش الحجج، ما يلقاش نقد المناقشة، مجرد فقرة يعني شرح، يأتي به جملة من النص
ثم يعيد شرحها بكلمة أخرى أو يقدم جملة على جملة ثم بعد يقول لك النقطة ضعيفة. لا، إذا التزمنا بالضبط بالجانب المنهجي للنص وفهمنا النص جيدا يعني تحصل على العلامة بشكل عادي جدا. وأمر آخر، النص هذا ما نقدروش نحلو إذا ما كناش فاهمين الدرس، متفقين؟ إذا ما كناش فاهمين الدرس ما نقدروش نديرو تحليل النص. طيب، الآن أول شيء نقوم به في تحليل النص أنه نقرأ النص، نقرأ قراءة أولى وقراءة ثانية حتى قراءة ثالثة، بحيث عندما نقرأ النص نفهمه حول ماذا يتكلم. قال هذا نص يهدر على الرياضيات، نص يهدر على قيمة الفلسفة، نص يهدر على البيولوجيا. طيب، احنا سبق في الدرس، أي درس كان، أي درس درناه، أي درس راح ندرسوه مع أساتذتنا في القسم، أي درس ماذا يوجد به؟ يعالج قضية، هذه سبق وتكلمنا، هذه القضية فيها رأي أول وفيها رأي ثاني. يعني إذا عالج أنا الموضوع والنص نعرف يتكلم على القضية، وبطبيعة الحال إما يكون على الرأي الأول وإما يكون على الرأي الثاني، يعني إما يؤيد الأطروحة الأولى ويخالف الثانية ولا العكس. تفقي، هذه أول حاجة لابد من قراءة النص. كي نقرأ النص نفهموا عليه ما راح يتكلم، بطبيعة الحال لازم تكون عندنا معرفة مسبقة، عارفين الدرس هذاك ورانا مراجعينه. تفقي؟ طيب، الآن نشرع بأول خطوة. إحنا نكتبي فقط قلنا عندنا خمس خطوات: المشكلة التي يعالجها النص اللي هي المقدمة، الأطروحة صاحب النص، الحجج، مناقشة النص، ونقد ومناقشة. الآن نحاول نبدأ مع مناقشة، عفوا، حول مقدمة النص اللي هي طرح المشكلة. أول الأمر طرح المشكلة هي قلنا سموها المقدمة، يا جماعة في تحرير النص نقدر نسموها الإطار الفلسفي، اللي هي الإطار الفلسفي للنص. بون، حنا العناوين في الباك ما تهمناش لأنه ماحش نكتبوها، حتى إذا كتبناها ما تكونش عليها نقطة. طيب، الآن المقدمة تخرج من النص، تابعوا معي كيف يمكن استخراج المقدمة. أول حاجة قراءة النص، أول أمر نقرأ النص. طيب، قريناه. أول حاجة نستخرجها قضية النص. النص اليوم راح يتكلم مسألة النص، رياضيات، بيولوجيا، الحرية، الفلسفة الإسلامية عند سنة ثانية، الإدراك عند الأدب والفلسفة، العنف والتسامح، القضية اللي عالجها النص. هذا أول حاجة. الآن رانا في المسودة، خرجوا في المسودة وبعدين نسيروا المقدمة. طيب، بعد ذلك عندنا نوع الفلسفة. الفلسفة هذه فيها أنواع، عندنا مثلا فلسفة المعرفة، فلسفة العلوم، فلسفة القيم. إذا كنا مثلا احنا بالنسبة للشعب العلمية والتقنية واللغات الأجنبية، لا مش اللغات الأجنبية، والسنة الثانية كل دروس صح عندهم المعرفة أو فلسفة العلوم. شعبات اللغات والأدب والفلسفة نقدروا نضيف فلسفة القيم، تفقين؟ وحتى قادرين نتعدوا في الفلسفة السياسية إذا كنا في درس سياسي عن الأدب والفلسفة، أو فلسفة اجتماعية إذا عالجنا مسألة الأسرة مثلا، تفقين؟ أو فلسفة اقتصادية إذا كنا في النظم الاقتصادي. إذا هذا أمر. بعدها نخرجوا صاحب النص. صاحب النص نلقاه مكتوب في نهاية النص، أحيانا يكون فيلسوف معروف نعرفوا الجنسية تاعو. إحنا ما يهمنا هو الاسم صاحب النص. إذا كنا نعرفه نتكلموا على خلفيته، قال مثلا الفيلسوف الفرنسي كذا، مثلا ديكارت، ولا الفيلسوف الألماني كانت، ولا الفيلسوف اليوناني أفلاطون. إذا كنا لا نعرف جنسيته أو خلفيته، إحنا يعطينا مفكرين جدد يعني، يهمنا الاسم فقط. بعد ذلك لدينا الدافع لكتابة النص، تفقين؟ علاش كتب النص تاعو هذا؟ طيب، هنا أي كاتب كيكتب لنا في مسألة قضية محددة يريد أن يبرز رأيه الشخصي، يعني هنا عندنا دافع يتكرر دائما اللي هو إبداء الرأي الشخصي، يريد أن يبدي رأيه الشخصي من المسألة المطروحة، وأحيانا تكون إما ردا على وإما دفاعا عنه، يعني يدافع على أطروحة يرد على أطروحة. وبعد في الأخير عندنا طرح الإشكال. طرح الإشكال الموجود في النص نطرحه على لسان صاحب النص، يطرح بهل مثلا النص راه يتكلم لنا على أهمية الفلسفة، تفقين؟ والنص لديكارت، حنا ديكارت نعرفوا بلي راه مؤيد الفلسفة، قال مثلا هل للفلسفة أهمية في نظر ديكارت أو في نظر صاحب النص؟ يعني دائما هنا السؤال يطرحه كأنه بطريقة جدلية لكن على لسان صاحب النص. طيب، الآن استخرجنا هذه الأمور، الآن كيف نصيغ الإطار الفلسفي؟ نبدأ بنوع الفلسفة. قال يندرج النص الذي بين أيدينا في إطار فلسفة المعرفة أو العلوم أو القيم إلى غير ذلك.
الأمر الثاني صاحب النص قال لصاحبه الفيلسوف الفلاني الذي عالج فيه قضية فلسفية تتعلق به. الأمر الثالث لذلك كتب نصه هذا ليبلي برأيه وموقفه الشخصي منها ردا على أو دفاعا عنه. الأمر الذي يدفعنا للتساؤل ونطرح التساؤل هو الآخر. وهنا بعد ما نتعلموا هذه الطريقة هنا قبل النوع الفلسفة نقدر نديرو تمهيد، نقدر نضيفو تمهيد يكون تمهيد وظيفي تقيل. إذن هذه كيفاش استخرجنا المقدمة. طيب الآن لاحظوا كيفاش نكتبوا الإطار الفلسفي للنص. إطار فلسفي للنص قولوا في الأول نقدر نديرو تمهيد يكون تمهيد وظيفي، ومن بعد نقول حيث كي نكملوا يعني نديرو إشارة للموضوع نقولوا حيث يندرج النص الذي بين أيدينا في إطار فلسفة، قلنا إما العلوم أو المعرفة إلى غير ذلك. نقول لصاحبه الفيلسوف، نذكر هنا الفيلسوف ما هو، الذي عالج فيه قضية فلسفية تتعلق ب، هنا نذكر القضية حدا، لذلك كتب نصه هذا ليدلي برأيه وموقفه الشخصي منها. إذا هنا نقول ممكن ردا ولا، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل نقطتين، نقول هل ونطرح السؤال، السؤال تاعنا تفقيه يعني تاخذوا لي هذه المصطلحات ستعاد حنا واش راح نديروا ونتميد ان يكون عندنا نذكروا نوع الفلسفه هي اللي تعود، نذكروا الفيلسوف، نذكروا المساله او قضيه النص، وبعدها نطرح السؤال مباشره. اذا هذه المقدمه نتاع قضيه النص. قلنا بصاحب الشرط لازم الانسان يكون فاهم النص على ما راه يتكلم، مستحيل انت ما تفهمش النص وتبقى يعني الانسان يحاول يصيغ المقدمه وهذا امر يعني ما يقدرش يصيغه. هذا الخطوه الاولى اللي هي طرح المشكله. بعدها نروحوا للخطوة الثانية اللي هي العرض، والعرض أول خطوة هي أطروحة صاحب النص. إذا فالعرض ولا نسميوه تحليل ولا نسميوه محاولة حل المشكلة، ما يهمناش التسمية لأنه التسمية باش نكتبوها نهار في حتى إذا كتبناها ما عندهاش يعني أثر كثير، راح نكتبوا الصيغة اللفظية. عندنا الخطوة الأولى اللي هي أطروحة صاحب النص، أطروحة صاحب النص وقلنا بين قوسين يعني موقفه. طيب الآن موقف صاحب النص، كيف يمكنني أن أستخرج صاحب النص أو أستخرج موقف صاحب النص بكل سهولة؟ هنا لابد من التمييز بين نوعين من النصوص. كاين النصوص الصريحة يعني هذا النص الصريح نلقى جملة مباشرة نفهم منها الموقف تاع صاحب النص، وهذه الجملة تكون إما في بداية النص إما في منتصف النص إما في نهاية النص، يعني غير نقرا نفهم صاحب النص واش حاب يقول. وهناك النصوص الضمنية يعني حتى نقرا النص كامل باش نستنتج الأطروحة. عندنا الغالبية في البكالوريا أسئلة يعني نصوص صريحة. الآن حينما أفهم فهمت بلي صاحب النص راه مع قضية ولا ضد قضية، ماذا نفعل؟ هنا تبعوا معايا، نقول كتابة موقف صاحب النص بالأسلوب الشخصي، يعني نكتب موقف صاحب النص بفهمتي. احنا مضاري في المقال نقول يرى بعض الفلاسفه، هنا نقول لا يرى صاحب النص الفيلسوف ان، نكتب هنا نقول يرى صاحب النص الفيلسوف، نكتبوا الاسم تاعو ان ونديروا كتابه الموقف، نكتبوا فهمت متفقين. هذا امر. بعدها ماذا نفعل؟ هذا الامر الاول. إذا نقول أطروحة هنا الأمر الأول. الأمر الثاني كتابة الجملة الدالة على الموقف من النص. إحنا قلنا الموقف فهمناه من جملة، كي نكتبوا الموقف فهمتنا نجو ونكتبوا الجملة. إذا كانت جملة قصيرة فيها سطر ولا سطرين نكتبوها كامل، إذا نقولوا أحيانا تكون فقرة نكتبوا زوج كلمات ولا ثلاثة الأولى عفوا ثم ثلاث نقاط ونضع الكلمتين أو الثلاث كلمات الأخيرة. إذا هنا نقول نجو وهنا يرى صاحب النص هذه، نقول وما يدل على ذلك
قوله في النص ونفتح حاضنتين ونكتب الجملة تاعنا. هنا أحيانا تكون جملة تكون جملتين، هنا جملة تقدر تكتبها بشكل عادي عادي جدا. متفقين؟ هذا رانا ادينا الجملة من النص. بعدها الأمر الثالث ما هو؟ شرح الجملة. هذه الجملة اللي خذيناها من النص نعاودو نشرحوها بطريقة أخرى. نقول هنا مثلا والمقصود من ذلك، والمقصود من ذلك أن، ونقول ونفهم من ذلك أن، وبعدها نشرح في كتابة الموقف بشكل عادي مع أنه موقف صاحب النص راه عليه خمس نقاط. تقييم بالطريقة هذه نكون استخرجنا إذا موقف صاحب النص نكتبه بأسلوبنا الشخصي، بعدها نستخرج الجملة من النص، وثالثا نعيد شرح الجملة. هذه الخطوة الأولى في التحليل. بعدها لدينا الخطوة الثانية اللي هي الحجج والبراهين أو الأدلة المعتمدة. إذا هنا الخطوة الثانية هي الحجج المعتمدة. تفقين؟ الحجج المعتمدة. طيب الحجج كيف يمكن استخراج الحجج؟ نتبعوا نفس طريقة تاع الموقف، لكن في الحجج لاحظوا أحيانا نشوفوا النص، النص كيكون فيه فقرات، يعني فقرة اثنين ثلاثة، يتبادر إلى أذهاننا أن كل فقرة حجة، هذه كيكون فقرات. كيكون النص عبارة كله عن فقرة واحدة، نذهب نبحث عن النقطة، يعني كيشوفوا فقرة وين تكون النقطة ثم يعني انتهت الفكرة. إذا هنا نتبعوا نفس الطريقة اللي اعتمدناها في الحجج. إذا هنا نقول كتابة الحجة الأولى بالأسلوب الشخصي. نكتب الجملة كما في الموقف، نكتب الجملة بفهمتي. قال مثلا ودليله في ذلك أن، ونكتب الجملة. تفقين؟ قال ونقول وقد اعتمد صاحب النص على العديد من الحجج نذكر منها. ومن بعد الأمر الثاني نفس الشيء كما درنا في الموقف، نقول وما يدل على ذلك قوله في النص، ولهنا نقول كتابة الجملة الدالة على الحجة من النص. يعني كما قلنا إذا كانت يعني جملة قصيرة نكتبها كامل، إذا كانت جملة طويلة يعني فيها فقرة ولا نكتب نصف سطر أو كلمتين أو ثلاث كلمات ثم ثلاث نقاط والكلمة الأخيرة، ونقول هنا وما يدل على ذلك قوله في النص. نفتح الحاضنتين ونكتب الجملة تاعنا بشكل عادي جدا. والأمر الثالث كما درنا شرح الجملة بأسلوب الشخصي. نعاود نشرح هذه الجملة، وهنا نقول مثلا والمقصود من ذلك ولا ونفهم من ذلك أن، ونبدأ نشرح الجملة بشكل عادي. هذه في الحجة الأولى. إذا كنا في الحجة الثانية نفس الطريقة، قال وقد برر صاحب النص رأيه بحجة ثانية مفادها أنه، نكتب الحجة بفهمتنا حجة ثانية، بعدها نكتب الجملة بنفس الطريقة الجملة تاع الحجة الثانية، وبعدها شرح الجملة. إذا كان هناك حجة ثالثة نفس الشيء، قال وما يثبت أو ما يدعم صاحب النص، وقد دعم صاحب النص رأيه بحجة ثالثة مفادها أن، نتبع نفس الطريقة سواء حجة أو اثنين أو ثلاث إلى غير ذلك. إذا هذه الخطوة أيضا عليها خمس نقاط. وبعدها في التحليل الخطوة الثالثة في التحليل اللي هي مناقشة النص مع إبراز الرأي الشخص. إذا الخطوة الثالثة مناقشة النص مع إبراز الرأي الشخصي. صح، ما المقصود بمناقشة النص؟ مناقشة النص الآن نبين الجانب الإيجابي والجانب السلبي، يعني صاحب النص فيما أصاب وفيما أخطأ. تفقين؟ نقول مثلا نقول الجانب الإيجابي والجانب السلبي. تفقين؟ الجانب الإيجابي في الغالب نقول صحيح أن، هذا نكتبه صحيح أن من أي الموقف تاعو، ومن بعد نقول مثلا حيث وفق صاحب النص في رأيه. تفقين؟ هنا أي الأطروحة تاعو، قال راه يتكلم فلسفة ضرورية، نقول حقيقة صحيح أن الفلسفة ضرورية حيث وفق صاحب النص في تبيان رأيه بحجج وبراهين إلى غير ذلك. ومن بعد نقول لكن،
لكن نحن نذكر الجانب السلبي. قال لكن في مقابل ذلك، في مقابل ذلك ركز صاحب النص على وأهمل ونقول وبالغ أو تجاهل، ونذكر الجانب السلبي. تفقيه. وهنا في الغالب النقد هذا في الغالب راح ناخذوه من المقالة الجدلية، يعني ناخذوه ليس صاحب النص قال هو راه مع الفلسفة، احنا قدنا الفلسفة انها غير كافية وتهتم بالجانب المعنوي العقلي فقط ولا تهتم بالجانب المادي، لا يهتم بالجهي جانب يعني هنا ناخذ امور من ماذا من 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 المقال. تفقيه. طيب هذا فيما يخص النقد المناقش. طيب الان نسينا امر اللي هو الراي الشخصي. الراي الشخصي المقصود به الراي الشخصي، احنا راينا الراي الشخصي راح يكون تابع للدرس واش كنا قاريين، يعني في الدرس هذه مسألة إلى غلبنا رأينا الشخصي سوف نغلب، وفي الدرس إذا جمعنا سوف نجمع، والدرس إذا تجاوز سوف نجمع. يعني الرأي الشخصي مش كما نحبنا يا وإن وفق ما يتوافق مع الطرح الواقعي والطرح المنطقي والطرح الصحيح. تفقين. يعني يكون رأينا من رأي الجماعة، ما يكونش يعني رأي مخالف ما عندوش يعني ما عندوش سند. تفقين. هذا مقصود بالرأي الشخصي. طيب الآن نروحوا الخطوة الأخيرة اللي هي حل المشكلة. حل المشكلة الخطوة الثالثة اللي هي حل المشكلة، احنا ونسميناها الخاتمة. طيب الخاتمة لدينا خلاصة زائد الحل النهائي. ماذا المقصود بالخلاصة؟ قولوا انه صاحب النص عالجنا قضية محددة نذكرها حيث حاول تبيان رأيه فيها وارجعها الى نعود نذكره بالموقف، والواقع ان نذكر الحل النهائي اللي هو يكون متوافق مع ماذا مع التركيب اللي درناه في الدرس، يعني ايدناه جمعه غلبنا ولا جمعنا او تجاوزنا. اذا نقول هنا مثلا ختاما نستخلص ان صاحب النص الفيلسوف نذكر الاسم نتاعو حاول ولا نقول عالج في نصه هذا مسألة تتعلق ب نذكر المسألة تاعنا حيث حاول تبيان رأيه وموقفه الشخصي منها حيث أرجعها، نقول حيث قولوا وقد أرجعها بما نعودوش نكرروا، وقد أرجعها إلى نذكر الرأي تاعو هنا الرأي نقول إلا أن الواقع يثبت ويؤكد أن هنا نديروا الحل النهائي المشكل، الحل النهائي للمشكلة اللي كنا يكون مطابق للتركيب في الدرس، التركيب في الدرس، يعني دائما الحل تاع القضية يكون متابع للشيء اللي عالجناه في الدرس. اتفقين؟ طيب هذا يعني ببساطة حول مشكلة تحليل النص الفلسفي. قلنا نعاود نذكر دائما انه يمكن لك ان تعالج نص، وكاين بزاف تلاميذ يعني اللي عالجوا نص ودوني نقاط مليحة حتى 16 17، لكن الشرط الأساسي تفهم النص أمر الأول، تكون فاهم الدرس الامر الثاني، وتكون على اطلاع بالاراء الموجوده في ذلك الدرس وتتبع المنهجيه اللي عطاها لك. اتفقين. بالطريقه هذه نديو العلامه تاعنا بشكل عادي جدا في فتح النص. لكن اذا اعتمدنا قال ما فهمناش النص وما تبعناش المنهجيه وما عندناش معلومات سابقه ولا افكار مسبقه على الدرس ونبداو نشرح في النص ونغيروا المصطلحات ونقدموا ناخروا، طبيعه الناس تكون علامه ضعيفه، لان هنا قلنا فهم النص اتباع المنهجيه، تكون عندنا معلومات سابقه على النص، وتكون على قضيه النص عفوا، ويكون عندنا ادمان بالدرس. متفقين. هذا يعني ببساطه حاولنا نعالجكم نفيدكم به في الفيديو هذا. نتمنى لكم التوفيق والنجاح للجميع ان شاء الله، ودعوتنا لكم بالتوفيق والنجاح، وان شاء الله تنجحوا، انسان يفرح بكم نفرح بكم ووالديكم واهليكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.